continueront de le faire. Je vous assure que vos problèmes seront réglés et que chaque famille qui a été victime de ces opérations-là, eh bien, pourra réintégrer son foyer bientôt. Je vous remercie. الاحتفال بالذكرى العاشرة اللي اعطى انطلاقة مدينة تمسنا من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس عياده والله فرصة أولا للوقوف على ما تم القيام به على مستوى هذه المدينة بإيجابيات عديدة بنقائص وثغرات كذلك، وعشر سنوات هي فرصة لتقييم هذه التجربة ولتصحيح الاعوجاجات ومعالجة هذه النقائص والثغرات الموجودة، لكنها كذلك فرصة، وصاحب الجلالة يقود سياسة رجوع المغرب إلى إفريقيا بقوة من خلال علاقة ثنائية مميزة مع عدد من الدول، لكن كذلك من خلال الرجوع مجددا إلى الاتحاد الإفريقي. هي فرصة لنتبادل تجاربنا في مجال المدن الجديدة، في مجال التنمية الحضرية، في مجال معالجة السكن غير اللائق، في مجال تأهيل الحضاري سياسة المدينة مع بلدان إفريقية شقيقة وصديقة. وتنظيم هذه الندوة يدخل في هذا الإطار، أي ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به المغرب وكيف يمكن له أن يتبادل تجربته المتميزة وعطاءته على هذا المستوى مع عدد من الدول. الدليل على ذلك أننا شرعنا في ذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، سواء تعلق الأمر بجنوب السودان من خلال المدينة الجديدة، أو بإعادة تهيئة مدينة كوناكري عاصمة غينيا، أو بمشروع نقوم به بجمهورية إفريقيا الوسطى، ناهيك عن المشاريع الخصوصية الكثيرة الموجودة في مختلف الدول الإفريقية. أتمنى أن تساهم هذه الندوة في الدفع بهذا التوجه وفي إعطائه وتيرة أكبر.